إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. درد على الإعلام معتز مطر في كذبه على العلماء. في هذا المقطع يكذب على الشيخ الفوزان العلامة حفظه الله تعالى، ويقول إنه الشيخ الفوزان منع أداء الصلاة بمكبرات الصوت في السعودية، واتخذ طبعا الكلام النسب للشيخ الفوزان هو كذاب زي ما هنعرف بعد شوية، لأنه بتر الكلام وغير معناه تماما. اتخذ هذا الكلام المبتور ذريعة لضرب السعودية وضرب علماء السعودية وحكام السعودية. أول حاجة يا جماعة، المقطع اللي جابه معتز مطر ده قطعه، وهذا المقطع الآن أمامكم. وها هو قطار الانسلاخ من كل ما يمت لدولة التوحيد وأرض الحرمين بصلة، يمضي في محطاته يتهادى حتى وصل للأذان. عضو هيئة كبار العلماء صالح الفوزان قال إن استخدام مكبرات الصوت في الصلاة أصبح مصيبة ويجلب الأذى للجيران. بالنسبة لأصوات المكرهونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس. القطيع ده من عرر الدعاء اللي بيقودهم صالح فوزان طبعا. ليه معتز كده بتقول كده؟ يا صديقي لو لم يكونوا من عرر الدعاء ما أبقاهم طال منشاره السفاح خارج السجن. المقطع اللي جابه معتز مطر ده قطعه، وهذا المقطع الآن أمامكم. شوف قاطعه من وين؟ ما جاب سؤال السائل، جاب جزء من جواب العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. طوالي بدأ إنه مكبرات الصوت وهذه مصيبة وينبغي لأئمة المساجد أن ينتبهوا إلى آخر ما قال في خلاصة ما قال. لكن المقطع أصلا هو ما كده، المقطع موجود في فتاوى رمضان للشيخ العلامة الدكتور الفوزان حفظه الله تعالى بتاريخ 25/9، يعني 25 رمضان، يعني 1435، وكان على القناة السعودية، على شاشة القناة السعودية لقاء مع الشيخ الفوزان، وهو ده المقطع. تفضل. السؤال الثاني، الميكروفونات، بالنسبة للميكروفونات عندنا هنا، يعني أنا أقيم الليل في البيت في العشرة الأواخر، فحقيقة ما نستطيع من صوت الميكروفونات اللي يصلون التهجد، يسوون لنا خربطة، والواحد والله ما يوصل المرحلة يعني الروحانية كذا. فياريت لو يكون مثلا الأمر يفعل اللي هو عدم تشغيل الميكروفونات الخارجية يعني. طيب، واضح السؤال. يا أخي، الصلاة في المساجد في ليالي رمضان أفضل من الصلاة في البيوت، لأن صلاة التراويح، صلاة التهجد شعيرة من شعائر الإسلام، تظهر في المساجد وتصلى جماعة في المساجد، فأحسن أنك تشارك مع الناس وتصلي معهم. وإذا صليت في بيتك فلا بأس بذلك، لا سيما العاجز والمريض. وأما بالنسبة لأصوات المكرهونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس، لأن بعض الأئمة هداهم الله يرفعون صوت المكبر خارج المسجد، والمطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضرين، ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق ويضج البلد. هذا ليس لها فائدة، بل فيه أذى للبيوت، أذى للمرضى، أذى للذين يصلون في بيوتهم. فيجب على وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله وشؤون المساجد بالذات أن يتعاهدوا هذه المساجد، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يرعون ولا يراعون أحوال الناس. تشاهد إنه سائل سأل الشيخ الفوزان، قال له يعني نحن في رمضان بنتهجد ونصلي قيام الليل في البيت، وفي المساجد جنبنا بيصلوا قيام الليل اللي هو في رمضان التهجد بالميكروفونات. بعد ذاك الشيخ الفوزان جاوب إنه دي بلية أو مصيبة، والمفروض الأئمة يصلوا داخل المسجد ويمنعوا الميكروفونات في شنو؟ في التهجد في رمضان، مش في الصلاة كلها، صلوات الفرضية، زي ما عكس وكذب
هذا الديك المصري المسمى بمعتز مطر يكذب على شيخ الفوزان يقول منع مكبرات الصوت في الصلاة وقال دي بلية عشان يشوه سمعة العلماء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، زي معتز مطر ده، الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة. نمرة اثنين من النقاط اللي ركز عليها انه ضرب بها بالشبهة والكذب زي ما عرفنا الآن بالوثائق انه كلامه ده مبتر. والغريبة ما لقيت أي أحد في اليوتيوب حسب ما طلعت وبحثت انه جاب مقطع الشيخ الفوزان كامل، كلهم بيجيبوا مقطوع زي ما قطعوا الكذاب البليد ده. والحمد لله احنا جبناه الآن كامل من مصدره بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته علينا، وانكشفت القضية. يا أخي في المقطع كاتب فوق جلد معتز مطر وجلد قال صالح الفوزان وفضيحته مع الأذان، أو كلمة يعني نحوها قريبة من الكلمة دي. تجلد عالم يا مستهبل يا مجرم، ده عالم من علماء الأمة سخر حياته كلها لتعليم الناس العقيدة، لكن انت شغل العقيدة والتوحيد ما بيرضيك، عرفت كلامي؟ عشان كده انت زعلان وتقعد تكذب. يا ريت لو جبت كلام بالحق، نحن ما بنقول الشيخ الفوزان ذاته معصوم، لكن لما تكذب عليه وتقطع كلامه، يا ما عندك أخلاق، يا رمة، يا ما عندك ذمة، تقطع كلامه وتنشره للناس. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.